يرجع تاريخ إنتاج أول البنادق الآلية والرشاشات لحقبة الحرب العالمية الثانية، وكل البنادق التي ظهرت بعد الحرب العالمية ما هي إلا تطوير للأسلحة التي أنتجت أثناء تلك الحرب. ويعتقد أن أول من صنع بندقية هجومية آلية هم الروس، لكن الحقيقة أن الألمان كانوا أول من صنعها واستخدموها بكثرة خلال الحرب العالمية، حيث تميزوا بقوة نيرانهم ما دفع البلدان الأخرى لتطوير مدافع رشاشة لمواكبة قوة ألمانيا النازية. في هذا المقطع نقدم لكم أشهر البنادق الآلية والرشاشات الأسطورية التي تعد من الرموز الساطعة للحرب العالمية الثانية، والتي مهدت للأجيال من البنادق الآلية التي توجد في وقتنا الحالي. البندقية الهجومية STG-44، إنها بندقية هجومية تم تطويرها في ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت الأولى من نوعها، وكانت أول بندقية هجومية أوتوماتيكية ناجحة بتصميم محكم كبندقية قتال ذات معدل إطلاق نار أعلى، ومصممة بشكل أساسي لضرب الأهداف على بعد مئات الأمتار. أدت بندقية STG-44 دورها بفعالية، حيث قدمت معدلاً متزايداً من النيران مقارنة ببنادق المشاة القياسية، كما تعد أم البنادق الهجومية في العالم، حيث مهدت لظهور AK-47 السوفيتي الذي تم تقديمه بعد عامين من انتهاء الحرب. ولا يزال من الممكن رؤية تأثير STG-44 فيها وفي البنادق الهجومية الحديثة، حيث أصبحت معياراً عالمياً لبنادق الهجوم. يذكر أن أغلب الدول خصوصاً أمريكا وروسيا أخذت الأسلحة الألمانية المتطورة بعد الحرب العالمية وقلدتها بوجه آخر كبندقية كلاشينكوف الروسية أو M16 الأمريكية المقلدة من بندقية STG-44. لذلك ادعاءاتهم أنها صناعة محلية بحتة كلها مشكوك فيها، بل أغلب الأسلحة اليوم مسروقة تقنيا من الأسلحة الألمانية. رشاش MB40. من بين المدافع الرشاشة الألمانية التي اشتهر بها الجنود الألمان في الحرب العالمية الثانية، والذي صمم من قبل ألمانيا النازية، والذي استخدم من قبل المظليين وأطقم الدبابات وفصائل المشاة وقادة الفرق خلال الحرب العالمية الثانية، ويعد من أشهر أسلحة المشاة خلال تلك الحرب، كما يعد أول رشاش لديه أخمص قابل للطي، وكان فعالا في حرب الشوارع التي دارت على أرض روسيا، فهو يتمتع بالقوة والدقة وطول مدى طلقاته. يستخدم الرشاش رصاصا بقياس 9 ملم، ويتسع مخزنه إلى 32 رصاصة. صدرت النسخة MP41 ذات الأخمص الخشبي، ويعد السلاح ذا فعالية عالية وواسع الانتشار، ولا يزال يستخدم حتى وقتنا الحاضر. رشاش شباغين بيبيشا. صمم من قبل المصمم السوفيتي غيورغي شباغين، واستخدم على نطاق واسع في الحرب العالمية الثانية وكذلك في النزاعات المسلحة التي أعقبتها. ودخل الرشاش حيز الخدمة في الجيش الأحمر عام 1941، وبقي حتى عام 1951 حين حل محله رشاش كلاشينكوف. ومن ميزاته بساطة الصنع والاستخدام ومدى الرماية الفعال البعيد، وهو عبارة عن سلاح ناري يدوي خفيف أوتوماتيكي يطلق رصاصات من عيار 7.62 ملم، ويتسع مخزنه المخفف ل 35 رصاصة، أما سعة المخزن المثقل 71 طلقة. ويذكر أن الرشاش الأسطوري يعد من الرموز الساطعة للحرب العالمية، واستخدمته المشاة السوفيت آنذاك على نطاق واسع. رشاش MG-42. إنه رشاش ثقيل متعدد الأغراض، صمم في ألمانيا النازية واعتمد كرشاش أغراض عامة قياسي لكافة فروع القوات المسلحة الألمانية. كان لهذا السلاح سمعة سيئة بين جنود قوى التحالف الذين اضطروا إلى مواجهة هذا السلاح الرهيب، حيث كان له تأثير مدمر للمعنويات، فكان الجنود يصابون بصدمة نفسية عند سماعهم لصوت الرماية بهذا الرشاش الذي لم يعتادوا عليه. فبمعدل نيرانه الذي يمكن أن يصل في بعض النسخ إلى 1600 طلقة في الدقيقة، كانت أذانهم لا تميز أصوات الطلقات، بل صوت عال يشبه صوت تمزيق القماش أو المنشار الكهربائي، ومن هذا جرى تسميته من قبل الجنود بمنشار هتلر.
رشاش ديغتيريو في الثقيل دوشكا. بدأ تزويد الجيش الأحمر عام 1939 بهذا الرشاش الثقيل الشهير بدوشكا من عيار 12.7 مليمتر، الذي قام المصمم فاسيلي ديغتيريوف بتصميمه بالتعاون مع مصمم الأسلحة الآخر غينادي شباغين. وحظي هذا الرشاش ولا يزال بشهرة كبيرة في العديد من الدول الأجنبية بما فيها الدول العربية، واستخدم هذا الرشاش في الحرب العالمية الثانية وكان بمثابة سلاح خارق للمشاة، كما استخدم كمضاد للطائرات، كما أنه نصب على ظهر المدرعات والسفن الصغيرة، وتم تطويره فيما بعد لعدة نسخ ولا يزال يستخدم حتى يومنا هذا. رشاش تومسون أو توميغن. مدفع رشاش تومسون المعروف أيضا باسم بندقية تومي أو بيانو شيكاغو، إنه مدفع رشاش انتقائي يعمل بتقنية الارتداد، اخترعه جون تومسون في عام 1918 استخدم من قبل قوات مشاة البحرية الأمريكية خلال حروبها، وتم اعتماده على نطاق واسع من قبل القوات المسلحة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، كما تم استخدامه من قبل قوات الحلفاء الأخرى خلال الحرب، وتم إنتاج أكثر من 1.5 مليون قطعة خلال الحرب العالمية الثانية. ونظرا لإمكانية الحصول عليه بسهولة، أصبح تومسون سيء السمعة باعتباره السلاح المميز لمختلف عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي، وكان يظهر في وسائل الإعلام والسينما في ذلك الوقت حين كان يستخدمه كل من ضباط إنفاذ القانون والمجرمين في الوقت نفسه. بندقية ستين، رشاش بريطاني بطلقات من عيار 9 مليمتر، أنتج بعد أن تلقت بريطانيا هزيمة قوية من ألمانيا عام 1940 في الحرب العالمية الثانية، التي قررت أن تطور أسلحتها وخاصة المدفع الرشاش ستين الذي لم يكن سلاحا مميزا على الإطلاق، ولكن الميزة الوحيدة له هي أنه في المسافات القصيرة يتسبب في دمار بالغ ومن السهل تجميعه. وقد أفاد هذا المدفع الرشاش القوات البريطانية في تحقيق نجاح كبير في المعارك على الحدود، استخدم بشكل واسع من قبل القوات البريطانية وقوات الكومنولث طوال الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية، وأول ظهور له كان عام 1941. وفكرته سهلة جدا وله طرز كثيرة بأخمص حديدي، والطراز الذي صمم في عام 1944 بأخمص خشبي، وقد خرج من الخدمة عام 1953.